بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. من خلال هذا الفيديو سنتطرق إلى موضوع تمثيل الأعداد الحقيقية ضمن أو في أجهزة الحواسيب باستخدام المعيار المسمى IEEE 754 أو ما يسمى بالفرنسية E3754. إذن هذا الموضوع المتمثل في كيفية تمثيل الأعداد الحقيقية في أجهزة الحواسيب هو العنصر الثالث ضمن الفصل الأول من مقياس بنية الآلة واحد، حيث تطرقنا في فيديوهات سابقة إلى مفهوم أنظمة العد وكيفية التحويل فيما بينها وكذا كيفية تمثيل الأعداد الصحيحة ذات الإشارة. إذن موضوعنا اليوم هو كيفية تمثيل الأعداد الحقيقية ذات الفاصلة المتحركة في أجهزة الحواسيب. إذن في بداية الأجهزة الحاسوبية كانت تستخدم فاصلة ثابتة في كتابة الأعداد الحقيقية، طبعا الفاصلة تكون بين الجزء الصحيح والجزء العشري للعدد الحقيقي. مثلا لكتابة عدد عشري 54.25 بهذا الشكل تكتب فيه الفاصلة ثابتة، أو عدد مكتوب في النظام الثنائي مثلا 1.0001 تكون فيه، في البداية كانت تستخدم فاصلة ثابتة، تكون فيه الفاصلة ثابتة. هذه الطريقة يعني ذات سلبية تتمثل في أنها تعقد عملية التعامل مع الفاصلة أثناء عملية الجداء، خاصة لأن موضع الفاصلة في عملية الجداء يتغير. نحن نعرف أنه عند ضرب أو جداء عددين حقيقيين النتيجة تكون فيه تحتوي على فاصلة تتغير بالنسبة لموضع الفاصلة في طرفي العملية، إذن النتيجة يكون فيها موضع الفاصلة أثناء الجداء يتغير. إذن استخدام تقنية الفاصلة الثابتة كما هو الحال في بدايات الأجهزة الحاسوبية يعقد من عملية الجداء. طبعا هذا المشكل غير موجود أثناء عملية الجمع والطرح، لأن أثناء عملية الجمع والطرح تكون فيه نتيجة الفاصلة في النتيجة ثابتة الموضع. من ناحية أخرى إن تمثيل في آن بيت باستخدام طريقة المتم لأثنين يسمح لنا فقط بتمثيل أثنين أس آن فالور أو قيمة. إذن إذا كان لدينا سلسلة بيتات عددها آن بيت، من خلال هذه السلسلة يمكننا تمثيل مجال يتمثل في أثنين أس آن من القيم. طبعا هذا المجال يعتبر غير كافي في كثير من المجالات والتطبيقات، مثلا إذا كنا نتعامل في مجالات الفيزياء أو الرياضيات أو غيرها من العلوم قد نحتاج إلى تطبيقات تتعامل مع أعداد كبيرة جدا أو صغيرة جدا. إذن من أجل تمثيل أعداد كبيرة جدا أو صغيرة جدا والتي قد تحتوي على عدد كبير من الأصفار تستخدم عادة طريقة سهلة الاستخدام تسمى الكتابة العلمية. وتمثل الكتابة العلمية في كتابة الأعداد بهذا الشكل، إذا لدينا فالور أو قيمة تكتب بالشكل التالي، إذا تكون لديها إشارة سالبة أو موجبة في ما يسمى لامونتيس، إذا هو عبارة عن عدد عشري في عشرة أس معين يسمى الإكسبوزون ريال أو الأس الحقيقي ذا إشارة سالبة أو موجبة. إذن هذا هو الشكل أو الكتابة العلمية في النظام العشري. نفس الشيء ينطبق على الكتابة العلمية في النظام الثنائي، لدي قيمة معينة ذات إشارة سالبة أو موجبة مضروبة في قيمة معينة في اثنان أس ما يسمى الأس الحقيقي أو الإكسبوزون ريال وهو ذا إشارة سالبة أو موجبة. إذن هناك لجنة من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات المعروف بإيتروازو قامت بوضع معيار يسمى إيتروازو 754. هذا المعيار خاص بكيفية تمثيل العمليات الحسابية للفاصلة المتحركة بحيث يكون ذلك بشكل موحد في جميع الأجهزة. نحن نعرف أن معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات هو عبارة عن معهد عالمي يرمز إليه بهذا الرمز إيتروازو، يضم لجان مختلفة تضم خبراء في مجالات مختلفة مهمتهم الأساسية هو وضع معايير في مجالات علمية مختلفة. إذن هذا المعيار إيتروازو 754 هو أحد هذه المعايير وهو خاص بكيفية تمثيل الفاصلة المتحركة أو تسمى العائمة ضمن أجهزة الحواسيب وكيفية تمثيل أو كيفية القيام بالعمليات الحسابية عليها. هذا المعيار يحوي تمثيلين اثنين، تمثيل يسمى إيتروازو 754 سامبل بريسيزيون سيو 32 بيت. ماذا نقصد بسيو 32 بيت؟ أن هذا التمثيل يستخدم في أجهزة الحواسيب التي تحتوي على معالجات تتعامل ب
سلسلة بيتات تقدر ب 32 بيت، وأنظمة تشغيل ذات 32 بيت كقدرة تشغيلية. لدينا أيضا المعيار الثاني يسمى إيتروازو 754، يسمى دوبل بريسيزيون سير 700 أو سير 64 بيت، سير 64 بيت أو 64 بيت. إذن هذا المعيار يستخدم في أجهزة الحواسيب التي تحتوي على معالج يتعامل مع 64 بيت ونظام تشغيل يتعامل مع 64 بيت. إذن المعيار الأول اللي هو إيتروازو 754 سامبل بريسيزيون، إذن لما نقول سامبل بريسيزيون نعني مباشرة سير 32 بيت، يعني التمثيل هذا أن أي عدد حقيقي يمثل في 32 بيت. كما نلاحظ 32 بيت يعني مقسمة كالآتي: أول بيت على اليمين هو ترقيمه 0 إلى آخر بيت ترقيمه 31. إذن الترتيب يكون كالتالي: البيت الأيسر أي البيت رقم 31 يكون مخصص للإشارة، لأن لما نقول عدد حقيقي لديه فاصلة، لديه جزء صحيح، لديه جزء عشري، ولديه فاصلة. إذن البيت الأيسر يخصص لإشارة العدد الحقيقي، إذا كان صفر نقصد به عدد حقيقي موجب، إذا كان واحد نقصد به عدد حقيقي سالب. الآن ثمانية بيتات الموالية يعني من البيت 30 إلى غاية البيت 23 إلى غاية البيت 23 لدينا ثمانية بيتات تخصص ما يسمى الإكسبوزون أو الأس أو الأس. الثلاثة وعشرون بيت المتبقية يعني من البيت 0 إلى البيت 22 يكون مخصص لما يسمى المونتيس أي الجزء العشري. إذن هذه كيفية تمثيل أي عدد حقيقي بطريقة أو باستخدام معيار إيتروازو 754 on simple precision. الآن إذا كنا نستخدم المعيار الثاني أي نستخدم 64 بيت، إذن 64 بيت تكون بهذا الشكل مرقبة من 0 إلى 63. البيت الأيسر أي البيت رقم 63 يكون مخصص للإشارة 0 موجب و1 سالب، ثم تليه 11 بيت خاصة بالأس إكسبوزون، والبيتات المتبقية 52 بيت خاصة بتمثيل الجزء العشري أو ما يسمى المونتيس. إذن هذه هي كيفية تمثيل الأعداد الحقيقية ضمن معياري الإيتروازو 754. إذن كيف يتم استخراج قيمة كل من لامونتيس والإكسبوزون؟ يكون ذلك انطلاقا من الكتابة العلمية في النظام الثنائي كما رأيناها سابقا، والتي هي تمثل أي قيمة بإشارة سالبة أو موجبة مضروبة في جزء عشري يسمى لامونتيس في اثنان أس عدد معين حقيقي يسمى الإكسبوزون ريال يكون إشارته سالبة أو موجبة. إذن هذه الكتابة العلمية يتم تغييرها بحيث نتحصل على كتابة علمية بشكل آخر عن طريق ما يسمى لانورماليزاسيون، ويتم فيها تغيير قيمة لامونتيس بحيث تكتب بهذا الشكل، تكتب بشكل واحد فاصل، وبالتالي نتحصل على ما يسمى الإكسبوزون ريال هنا الأس الحقيقي. إذن هذه هي الكتابة العلمية التي ننطلق منها بحيث يكون لامونتيس مكتوب بشكل واحد فاصل. لما يكون لدينا المونتيس مكتوب يعني بالشكل هذا واحد فاصل، نتحصل على أس معين هنا كقوة لإثنان، هذا الأس يسمى الإكسبوزون ريال. طبعا كما قلنا الإشارة تمثل إشارة العدد إذا كان صفر موجب أو واحد سالب. الآن فيما يخص الإكسبوزون هذا يعني ثمانية بيتات هذه في حالة فورما فلوتونت سامبل بريسيزيون يعني في حالة 32 بيت، الإكسبوزون الأس تخصص له ثمانية بيتات. إذا الإكسبوزون هذا ما هي قيمته؟ هي تساوي الإكسبوزون ريال الذي تحصلنا عليه في الكتابة العلمية بعد لنورماليزاسيون زائد قيمة تسمى الكلاج. الكلاج ما هي أو ما هو؟ الكلاج هو عبارة عن قيمة تساوي 2 أس كا ناقص 1 كامل ناقص 1. إذن هذه القيمة تسمى الكلاج، سنشرحها في الصفحة الموالية. كا هنا تمثل عدد البيتات المخصص للإكسبوزون.
يعني في حالة سامبل بريسيزيون في حالة 32 بيت الكا هذه تساوي 32 تساوي 8 بيتات. إذن قيمة الكلاج هي 2 أس 8 ناقص 1 تساوي 2 أس 7 تساوي 128 ناقص 1. إذن ماذا نقصد بهذه القيمة المسماة بلوكالاج؟ لوكالاج هو عبارة عن قيمة وسيطة بين ما يسمى الإكسبوزون ريال أو الأس الحقيقي الذي يقصده المستخدم وبين ما يسمى الإكسبوزون وهو تمثيل الأس داخل الآلة. الإكسبوزون في حالة فورما فيرجيل فلوتون سامبل بريسيزيون يعني في حالة 32 بيت يخصص له 8 بيتات. الإكسبوزون 8 بيتات نحن نعرف أنها من خلالها يمكننا تمثيل 2 أس 8 يعني 256 قيمة يعني من 0 إلى 255 في النظام العشري. صفر يكتب هكذا في النظام الثنائي إلى آخر قيمة في هذا المجال 255 تكتب بهذا الشكل في النظام الثنائي. طبعا هذا تمثيل هذا مجال تمثيل الأس داخل الآلة من 0 إلى 255. ولكن نحن كمستخدمون نحتاج تمثيل أس قد يكون سالب، مثلا إذا كنا نتعامل مع تطبيقات تحتاج إلى تمثيل أعداد حقيقية صغيرة جدا فإننا نحتاج إلى الأس يكون سالب. إذا كنا نحتاج تمثيل أعداد حقيقية كبيرة جدا قد نحتاج تمثيل أس بالإشارة الموجبة. إذن كيف نوفق بين مجال سالب ومجال موجب للأعداد للأس الحقيقي وبين مجال من 0 إلى 255 داخل الآلة؟ تتم هنا شكل من أشكال الإزاح، يعني المجال هذا من 0 إلى 255 يزاح يصبح من ناقص 127 إلى زائد 127 عبر ما يسمى لوكالاج. يعني أي قيمة يدخلها هنا المستخدم عبارة عن شكل إكسبوزون ريال عبارة عن أس حقيقي قبل دخولها قبل تخزينها أو قبل تمثيلها داخل الآلة يضاف لها قيمة الكالاج. هذا الكالاج قلنا يحسب بهذا الشكل لوكالاج يساوي 2 أس كا ناقص واحد كامل ناقص واحد. كا تمثل عدد البيتات المخصص للإكسبوزون في هذه الحالة يعني في سامبل بريسيزيون كا هي 8 بيتات لأن 8 بيتات المخصصة للإكسبوزون في حالة 32 بيت يعني سامبل بريسيزيون هو 8 بيتات. يعني 2 أس 8 ناقص 1 2 أس 7 تساوي 128 ناقص 1 تساوي 127. 127 هي تمثل منتصف المجال من 0 إلى 255. إذن دوما الكلاج هو يمثل منتصف مجال التمثيل في عدد البيتات المخصصة للإكسبوزون. إذن هو عبارة عن منتصف المجال الذي من خلاله تتم هذه الإزاحة. مثلا عندما يكون لدينا أس حقيقي ناقص 127 قبل ما يخزن ويمثل داخل الآلة تضاف له قيمة الكلاج في هذه الحالة زائد 127 ناقص 127 زائد 127 تساوي 0. إذن الأس الحقيقي ناقص 127 يخزن 0000008 بيتات أصفار كامل في البيتات المخصصة لإكسبوزون. مثلا إذا كان لدينا إكسبوزون قيمته إكسبوزون حقيقي يعني إكسبوزون ريال قيمته 0 تضاف له 127 تصبح القيمة 127 ويخزن بهذا الشكل 0111111. إذن الصفر كأس حقيقي يخزن داخل الآلة كقيمة 127 يعني بالعشري ما يقابلها بالنظام الثنائي داخل الآلة. مثلا إذا كان لدينا أس حقيقي قيمته زائد 127 يضاف له زائد 127 ككلاج ويخزن هنا ما يقابل القيمة 254 في النظام الثنائي. إذن هنا كما نلاحظ عبارة عن إزاحة ما بين مجال ناقص 127 وزائد 127 باستخدام الكلاج إلى المجال من 0 إلى 255. والهدف هو طبعا أننا لكي نتمكن من تمثيل أس حقيقي سالب أو موجب. أو العملية قد تكون معاكسة، مثلا إذا كان لدينا إكسبوزون داخل الآلة نود معرفة قيمته الحقيقية فإننا نقوم بعملية طرح قيمة لوكالاج من هذه القيمة اللي هي التي تمثل الإكسبوزون أو تمثيل الأس داخل الآلة تنقص منها قيمة لوكالاج وبالتالي نتحصل على الأس الحقيقي. إذن هذا هو دور لوكالاج ضمن تمثيل الأعداد الحقيقية بالفاصلة المتحركة. طبعا هذا الشيء ينطبق أيضا على تمثيل الأعداد الحقيقية باستخدام ما يسمى الفاصلة المتحركة دوبل بريسيزيون أو في حالة 64 بيت فهو نفس المبدأ طبعا فقط يتغير قيمة الكلاج لأن قيمة الكلاج مرتبطة بك
والذي هو عدد البيتات المخصص للإكسبوزون في حالة 64 بيت يعني في حالة دوبل بريسيزيون، في حالة معيار E3754 دوبل بريسيزيون في حالة استخدام 64 بيت يكون الإكسبوزون لديه 11 بيت مخصصة له، 11 بيت إذن تصبح 2 أس 10 ناقص 1 يعني الكلاج في حالة الدوبل بريسيزيون تصبح قيمته 1023. إذن هذا هو دور الكلاج. إذن نقوم بمثال يوضح كيفية تمثيل عدد حقيقي بفاصلة في الآلة عبر طريق استخدام ما يسمى الفاصلة المتحركة أو ما يسمى فيرجيل فلوتونت اون سامبل بريسيزيون. لما نقول سامبل بريسيزيون مباشرة نفهمها يعني سير 32 بيت يعني في 32 بيت. إذن نبدأ بالإشارة، الإشارة واضحة سالب، إذن سالبة إذن تمثل بالقيمة 1 في البيت الأيسر. لو كانت هذه موجبة إشارة لأن هنا سنكتب صفر، الآن إشارة سالبة إذن تكتب القيمة 1 في البيت الأيسر. الآن كيف نستخرج قيمة المونتيس وقيمة لامونتيس وقيمة الإكسبوزون؟ إذن أول خطوة نقوم بتحويل هذه القيمة من النظام العشري إلى ما يقابلها في النظام الثنائي، كما لاحظنا ذلك يعني كما تطرقنا لذلك في فيديوهات سابقة بكيفية تمثيل من النظام العشري إلى النظام الثنائي. قلنا لما يكون عدد حقيقي فإن الجزء الصحيح نحويه من النظام الثنائي عبر ما يسمى القسمة المتتابعة على 2، والجزء العشري نطبق عليه ما يسمى الضرب المتتابع في 2. بما أن الجزء العشري قيمته صفر فصفر في النظام العشري تساوي صفر في النظام الثنائي، لا يبقى الجزء الصحيح هو 1039 تحول إلى النظام الثنائي باستخدام القسمة المتتابعة فنتحصل على هذه القيمة. إذن هذا هو تمثيل 1039 في النظام الثنائي. إذن هذه تمثل القيمة هي قيمة المونتيس ضمن الكتابة العلمية. إذن هذا المونتيس يجب أن نطبق عليه ما يسمى لنورماليزاسيون يعني يجب أن يكتب بشكل واحد فاصل، يعني هذه القيمة في النظام الثنائي تكتب بشكل واحد فاصل لأن هذه في القيمة أصلا كانت تكتب يعني كعدد حقيقي فاصل صفر في واحد، واحد معنى يعني اثنان والصفر ككتابة علمية. إذا لما نحرك الفاصلة لكي يصبح الشكل واحد فاصل فإننا سنضطر إلى تحريك الفاصلة 10 رتب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وبالتالي يصبح الشكل 1.00000001111 في 2 أس 10 لأننا حركنا الفاصلة إلى الجهة اليسرى 10 رتب وبالتالي يصبح الأس هنا 10 بدلا من 0، وبالتالي تحصلنا على كتابة علمية كما نلاحظ. إذن هذا 10 تمثل الأس الحقيقي أو الإكسبوزون ريال، هذه القيمة التي هي قبل الفاصلة هنا على يمين الفاصلة تمثل ما يسمى لامونتيس. إذن هذه القيمة تكتب مباشرة في عدد البيتات المخصصة لها، يعني ننطلق من اليسار إلى اليمين لدينا 23 بيت مرقمة من 0 إلى 22 في تمثيل سامبل بريسيزيون كما رأينا ذلك خاصة بتمثيل مونتيس. إذن توضح هنا من اليسار نضع هذه القيم 10، 0 هنا 0 هنا 0 هنا إلى غاية آخر بيت 1 يوضع هنا والبقية تكمل أسفار. طبعا الصفر يمين الجزء العشري لا يغير من القيمة. إذن هذا المونتيس يتم تمثيله هنا. الآن بقي لنا تمثيل ما يسمى الإكسبوزون. الإكسبوزون قاعدته هو يساوي الإكسبوزون ريال يعني الأس الحقيقي زائد قيمة الكلاج. كما قلنا في حالة سامبل بريسيزيون 32 بيت قيمة الكلاج هي 127 وبالتالي تصبح قيمة الإكسبوزون هي 10 التي تمثل الأس الحقيقي الإكسبوزون ريال زائد 127 والتي تمثل الكلاج وبالتالي تساوي 137. 137 في النظام العشري تحول إلى النظام الثنائي فنجدها تساوي هذه القيمة. إذن هذه القيمة تخزن في الثمانية بيتات الخاصة بالإكسبوزون بهذا الشكل وبالتالي يصبح لدينا هذا هو التمثيل في 32 بيت الخاص بهذه القيمة. إذن هذه القيمة ناقص 1039.0 كعدد حقيقي تمثل بهذا الشكل داخل الآلة باستخدام طريقة الفاصلة المتحركة on simple precision يعني on 32 bits يعني في 32 bits. طبعا
اختصارا يمكننا أن نختصر هذه الكتابة بتحويلها من النظام الثنائي إلى النظام السادس عشر. طبعا قلنا يمكننا تحويل أي قيمة من النظام الثنائي إلى النظام السادس عشر عبر مجموعات من أربع بيتات. نبدأ من اليمين اليسار، أربع أصفار في النظام الثنائي تكتب صفر في النظام السادس عشر، وهكذا أصفار أصفار إلى آخر قيمة. مثلا هذه القيمة صفر صفر واحد واحد هي تمثل القيمة C في النظام السادس عشر. إذن هذه فقط هي مجرد كتابة مختصرة لهذه القيم الـ 32 بيت. إذن هذا مثال على كيفية استخدام الفاصلة المتحركة باستخدام طريقة Sample Precision في 32 بيت. لدينا هنا أمثلة أخرى، مثلا نود تمثيل كلا القيمتين زائد 0.5 وناقص 1.5 on sample precision، يعني في معيار E3754 باستخدام طريقة sample precision، يعني في 32 بيت. ثم نكرر نقول لما نقول sample precision يعني مباشرة تمثيل في 32 بيت. أيضا أول خطوة كما قلنا، طبعا الإشارة موجبة في هذه الحالة، إذن يكتب صفر في البيت الأيسر. إذن الخطوة الموالية نحول القيمة العشرية للعدد إلى نظام الثنائي، 0.5 في نظام العشري تكتب 0.1 في نظام الثنائي. طبعا ما أن الجزء هنا الصحيح يساوي صفر، لدينا فقط الجزء العشري عبر الضرب المتتابع سنتحصل على هذه النتيجة، لأن 0.5 في 2 تساوي 1 وتنتهي العملية من أول خطوة. بالتالي 0.5 في النظام العشري تكتب 0.1 في النظام الثنائي. إذا نقوم هنا الخطوة الموالية ما يسمى لنورماليزاسيون، يعني يجب أن يكتب العدد بقيمة 1 فاصل. إذا لما نحرك الفاصلة إلى اليمين برتبة يصبح العدد 1.0 في 2 أس ناقص 1. بما أننا حركنا الفاصلة إلى اليمين فإن القيمة الأس ستنقص، إذا 0.1 في 2 أس 0 تساوي 1.0 في 2 أس ناقص 1. إذا هذا الذي تحصلنا عليه هنا بعد الفاصلة هو قيمة المونتيس، وهذا الأس الذي تحصلنا عليه هو الأس الحقيقي أو الإكسبوزون ريال. إذن المونتيس كما نلاحظ أن قيمته صفر، إذن توضع هنا في 23 بيت الخاصة بالمونتيس، يعني توضع هنا 23 بيت كامل أصفار لأن قيمة المونتيس هي صفر. الآن فيما يخص الإكسبوزون ريال، الإكسبوزون ريال كما قلنا للإكسبوزون قيمة الإكسبوزون هي تساوي الإكسبوزون ريال زائد الكلاج. بما أننا في حالة سامبل بريسيزيون يعني 32 بيت، فإن الكلاج هو 127 يضاف له قيمة الإكسبوزون ريال أس الحقيقي ناقص 1، وبالتالي تصبح 126 تحول القيمة للنظام الثنائي فنتحصل على هذه القيمة وتخزن هنا. إذن هذا هو تمثيل زائد 0.5 بطريقة سامبل بريسيزيون سي 32 بيت داخل الآلة، وهذا اختصارها. طبعا اختصار هذه السلسلة من البيتات هذا اختصارها في النظام السادس عشر. هنا لدينا مثال آخر، نود مثلا تمثيل ناقص 1.5 بنفس الطريقة يعني في سيوترون دو بيت. إذن الإشارة سالبة، إذن 1 في البيت الأيسر، 1.5 تحول من النظام العشري إلى النظام الثنائي تصبح 1.1 في 2 أس 0. كما نلاحظ أنها مباشرة يعني مكتوبة بشكل علمي، لا نحتاج إلى نورماليزاسيون هنا لأنها مكتوبة مباشرة بشكل 1.1. يعني كما نلاحظ أن الأس الحقيقي أو الإكسبوزون ريال قيمته صفر، وبالتالي وتحصلنا على مونتيس قيمته 1. إذن يوضع الواحد هنا في البيت رقم 22 أول بيت من الجهة اليسرى من البيتات المخصصة لمونتيس، والبقية تكمل أسفار كما نلاحظ. الآن فيما يخص الإكسبوزون، هو الإكسبوزون ريال هو صفر زائد الكلاج الذي هو 127 وبالتالي يساوي 127 يحول إلى النظام الثنائي ويكتب بهذا الشكل. إذن هذا هو الشكل الكلي، كتابة الكلية لناقص 1.5 باستخدام طريقة الفاصلة المتحركة on sample precision في 32 بت. كما نلاحظ هي نفس المنهجية. في هذا المثال لدينا حالة معاكسة إن صح التعبير، يعني لدينا تمثيل معين داخل الآلة، لدينا 32 بيت ممثلة بهذا الشكل، يعني هذا عبارة عن بيتات 1 2 3 4، 32 بيت، هذا البيت يمثل قيمة 1، بيت يمثل قيمة 0، بيت يمثل قيمة 0، بيت يمثل قيمة 0 وهكذا. إذن هذا عبارة عن تمثيل فيزيائي للبيتات.
نود أن نعرف هذا تمثيل البيتات داخل آلة ماذا يمثل كعدد حقيقي، كعدد حقيقي يكتب بهذا الشكل، يعني لديه إشارة سالبة أو موجبة، قيمة عشرية في 2 أس ب التي تمثل أيضا قيمة عشرية. يعني هذا التمثيل الفيزيائي لبيتات 32 بيت داخل آلة ماذا يمثل كعدد حقيقي مكتوب بكتابة علمية في النظام الثنائي. إذن نحول هذا التمثيل من التمثيل الفيزيائي للبيتات إلى قيم منطقية للبيتات. إذن هذا عبارة عن 1 0 0، إذن هذه هي سلسلة 32 بيت كما نلاحظ الآن. نحن نعرف أن باستخدام طريقة إيتروازو 754 سامبل بريسيزيون، يعني في 32 بيت لدينا بيت أيسر يمثل إشارة، تليه 8 بيتات تمثل الإكسبوزون، تليه 23 بيت خاصة بالمونتيز. إذن الإشارة واضحة أنها سالبة، إذن الإشارة سالبة وليست موجبة. الآن لدينا قيمة الإكسبوزون بالنظام الثنائي، نحولها إلى النظام العشري فنجدها تساوي 19. إذن الإكسبوزون يساوي 19، ونحن نعرف أن العلاقة ما بين الإكسبوزون يساوي الإكسبوزون ريال زائد الكلاج. الآن لدينا الإكسبوزون الذي هو قيمته 19، ولدينا الكلاج الذي قيمته 127. إذن نحن نبحث عن الإكسبوزون ريال الذي هو يمثل القيمة ب. إذا الإكسبوزون ريال يساوي 19 ناقص 127، يعني الإكسبوزون ريال يساوي الإكسبوزون ناقص لوكالاج تساوي ناقص 108. 19 ناقص 127 تساوي ناقص 108. تحول طبعا هذه ناقص 108 هي قيمة ب، قيمة ب تساوي ناقص 108. إذن هنا عرفنا الإشارة هي سالبة، وقيمة الأس الحقيقي أي ب تساوي ناقص 108. الآن تبقى لي قيمة A أستخرجها والتي تمثل عبارة عن مونتيس. إذن هذا المونتيس هو 1، إذن ككتابة علمية هو 1.1، لأن احنا نعرف أن في تمثيل الكتابة العلمية داخل الآلة فإن الواحد لا يمثل داخل الآلة لأنه موجود دائما، موجود دائما، وإنما يمثل داخل الآلة فقط الجزء المتغير ومتمثل في المونتيس. إذن المونتيس هو 1، نعرف أن قبلها أصلا موجود 1 لأنها كتابة علمية. إذن A هي 1.1 في النظام الثنائي طبعا، ويقابلها في النظام العشري 1.5. إذن 1.1 في النظام الثنائي تكتب 1.5 في النظام العشري. إذن كنتيجة نهائية هذا التمثيل داخل الآلة هو يمثل القيمة ناقص 1.5 في 2 أس ناقص 108 كعدد حقيقي مكتوب كتابة علمية. الآن فيما يخص العمليات الحسابية على الأعداد الحقيقية الممثلة بالفاصلة المتحركة فيتم كما يلي. إذا لدي طرفي العملية مكتوبان بكتابة علمية، نطبق عليهما أحد العمليات التالية: جمع أو طرح أو جدا أو قسمة. فيما يخص الجمع فطبعا معروف، نقوم ب أولا توحيد الأس، يجب أن يكون طرفي العملية لديهما نفس الأس، يوضع هنا، ثم نقوم بجمع الليمونتيس. الليمونتيس يتم جمعهما هنا. طبعا قد نضطر في عملية الجمع أو الطرح إلى ما يسمى لا دي نورماليزاسيون، يعني الطرف الأصغر يتم تغييره بحيث يصبح لديه نفس الأس مع الطرف الأكبر. فيما يخص الجدة يتم جمع الأسين، جمع الأسين وجدا ليمونتيس. نفس الشيء فيما يخص القسمة، يتم طرح الأسين وطرح الأسين هنا وقسمة ليمونتيس وتوضع نتيجة هنا. هذا فيما يخص العملية الحسابية على الأعداد الحقيقية الممثلة بالفاصلة المتحركة. إذن من خلال ما رأينا يمكننا أن نسجل ما يلي: أنه من خلال استخدام الفاصلة العائمة أو المتحركة يمكن تمثيل الأعداد الحقيقية الكبيرة جدا أو الصغيرة جدا، كما أن مجال تمثيل أكبر بكثير من طريقة المتملية 2، حيث أنه ضمن 32 بت. من خلال طريقة المتملية 2 يمكننا تمثيل 2 أس 32 حالة أو فالور أو قيمة،
إذن في 32 بيت باستخدام طريقة المتمم لأثنين يمكن الحصول على 2 أس 32 تمثيل لقيم. ولكن في نفس هذا المجال يعني 32 بيت عندما نستخدم الفاصلة المتحركة ومسمى البرجيل فلوتونت فإننا يمكننا تمثيل 2 أس 255 قيمة. ملاحظة فرق كبير ما بين 2 أس 32 و 2 أس 255. إذن هذه هي الفائدة يعني الكبيرة التي نتحصل عليها من خلال تطبيق أو استخدام الفاصلة العائمة أو ما يسمى الفاصلة المتحركة. إذن هنا نكون قد انتهينا من شرح موضوع كيفية تمثيل الأعداد الحقيقية عبر ما يسمى الفاصلة المتحركة ضمن أجهزة الحواسيب. في الفيديو الموالي بحول الله سنتطرق إلى كيفية الترميز والتمثيل الأبجدي الرقمي للمعلومات وشكراً.